أولا شكرا. اليوم حنا كنتواجدوا بالمقر ديال حزب التقدم والاشتراكيه، اجتماع ديال المكتبين السياسيين ديال حزب التقدم والاشتراكيه والحزب الاشتراكي الموحد بطلب من حزب التقدم والاشتراكيه. ولكن في نفس الوقت حنا كمكتب سياسي ديال الحزب الاشتراكي الموحد قررنا اننا ان نوجهوا واحد المبادره وطنيه باتجاه واحد العدد ديال الاحزاب التقدميه والديمقراطيه، وباتجاه كذلك القوى الفاعله في المجتمع المدني وبعض المثقفين. يعني هذه المبادرة من أجل طرح نقاش حول المغرب ديال غدا كي داير. المغرب ديال اليوم حنا كنشوفوه كيعيش واحد الأزمة اللي هي مركبة سياسية اجتماعية خانقة اقتصادية بيئية ثقافية قيمية، واحد العدد ديال الاختلالات اللي جاتنا ماشي غير من الاضطرابات ديال اللي جارية اليوم في العالم ديال هذا النظام النيوليبرالي وهذا التشكل ديال القطبية الجديدة اللي جاية، ولكن جاتنا كذلك من الاختيارات التي طبقت في بلادنا منذ الاستقلال واللي اليوم وصلت للحدود ديالها. ولهذا اليوم احنا بغينا نطرحوا نقاش ديمقراطي، لانه تنعيش في البلاد ما فيهاش يعني فضاءات ديال النقاش الديمقراطي باش يمكن لينا نتناقشوا على الاوضاع ديال بلادنا وكيفاش يمكن لينا اننا نطورها واننا نقلوا بلادنا يعني باتجاه دوله ديمقراطيه فيها العداله الاجتماعيه قادرة تحصن راسها ضد كل هذا يعني الإكراهات الدولية والخارجية سواء من المنطقة ولا من العالم. دولة قادرة تحافظ على السيادة ديالها، دولة قادرة تحافظ على يعني الوحدة الترابية ديالها، دولة قادرة أنها تصون الكرامة ديال مواطناتها ومواطنيها، دولة قادرة تستلهم الدروس اللي اعطتنا الجائحه، واللي هي انه الدوله خصها تلعب الدور الاساسي في الصحه والتعليم العموميين بالمجان وجوده عاليه باش تعطى للمغاربه، دوله قادره انها تقول لا، دوله قادره باش ترفض التطبيع، دوله قادره باش تعرف تختار هي شكون هما الشركاء ديالها الدوليين، دوله قادره انها تدير مبادرات باتجاه البناء المغرب الكبير وانها تنفتح على افريقيا وانها تعطي امال ديال التقدم والتنميه في البلاد ديالنا. وهذا الشيء تيجي بالموازات مع يعني التقييم ديالنا الايجابي لما وصلت اليه المؤسسات البحثيه المغربيه، سواء المؤسسه ديال سي بن سعيد اي تيدر ولا علي عتا، اللي اجتمعوا كاملين مع المؤسسه ديال عبد الرحيم بوعبيد، علا الفاسي، عبد الجبري، بوبكر القديري، واللي وصلوا للخلاصه بانه اليوم هذا الوضع اللي فيه بلادنا كيتطلب تجديد الوطنيه، وهذه الوطنيه احنا بغيناها تكون مواطنه باش يمكن لنا اننا نفرضوا تعاقد جديد ما بين الدوله والمجتمع باش يمكن لنا نرجعوا الثقه، باش الناس تنخرط، باش الناس تبني البلاد وتحافظ عليها وتدافع عليها، وكذلك اننا نخلقوا الشروط ديال الانفراج مع اطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وكذلك الشروط ديال مصالحة تاريخية مع كل جهات مهمشة في البلاد وعلى رأسها الريف. كان هناك يعني قبل هذا اللقاء هذا قبل سنة كان واحد النوع من التشنج في العلاقة بين المشتركين والمشتركين، هل تبددت هذه الخلافات اللي كانت تطالب بالنقد؟ الكل يطالب بالنقد اليوم تجتمع في المكتب السياسي او في المقر من حيث التقدم والاشتراكية، هل تبددت هذه الخلافات؟ لا، هو في الحقيقة كاين هناك مواقف في بعض القضايا اللي هي متباينة، وحنا ما عندناش تطابق ولا نطالب بالتطابق، لأن الاختلاف رحمة ونحترم الآراء ديال الآخرين وخا ننتقدوهم وكذا، وهذاك من حقنا حتى هما يمكن ينتقدوا المواقف ديالنا. حنا اليوم أنا كنقول لكم نحن في اجتماع ربما وغادي يكونوا اجتماعات أخرى ماشي فقط مع حزب التقدم الاشتراكية، غيكونوا مع كل القوى بما فيها الناهج الديمقراطي بطبيعة الحال، بما فيها المثقفين ديال البلاد، لأن الوضع الحالي يتطلب فتح نقاش وتجديد الرؤى باش نتفقوا على ذاك الحد الأدنى من أجل إنقاذ البلاد. ربما على مستوى البرلمان يقدر يكون تنسيق. اليوم مثلا المجموعة ديال التقدم الاشتراكية مقدمة بواحد القانون المهم مثلا حول مراجعة جذرية لقانون الأسرة ديال 2004، وحنايا بطبيعة الحال المواقف ديالنا باتجاه يعني الوضعية ديال المرأة فيها تطابق كبير، لأنه اشتغلنا كمجتمع مدني وكأحزاب على هذه القضية هذه، يمكن يكون تعاون في هذه القضية، يمكن يكون تعاون في قضايا أخرى متعلقة بمواضيع مهمة اللي كتهم المغاربة واللي حنا مقتنعين بها، واللي بغينا اليوم هو أنه نقربوا الرؤى باتجاه ماذا يجب القيام به كقوى مناضلة غيورة على الوطن اليوم
من اجل وضع المغرب على السياده ديال الحفاظ، يعني على السكه ديال الحفاظ على 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 ماشي فقط الوحده الترابيه ديالو، ولكن السياده واستقلال القرار ديالو، باش يمكن لنا الخيرات ديال البلاد يتم التوزيع ديالها، واننا نشرعوا في الاصلاحات اللي خصها تكون في البلاد، باش يمكن لنا بلادنا تقدم، ما تبقاش واحد الفريسه معرضه للنهب. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.